بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير يا رب. طبعا احنا الوقت عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت، ما كنتش شفتها ارجع شوفها تاني علشان ما انتش هتعرف تواصل معانا كده بالطريقة دي، تمام؟ وركز معايا بقى في كل كلمة اقولها، ودقق في كل كلمة، وركز شوية علشان تعرف انت هتشحن عملتك ازاي. انت عرضت الوقت العملة بتاعتك، تمام؟ اتباعت، نفرض انها اتباعت، ما تبعتش، لازم تفتح متجر عشان تتحط في المتجر، بيبقى حاجاتك كلها في المتجر بتاعك. المتجر ده يا جماعة بيتفتح ب$7.5 في الشهر عشان نبقى عارفين واضحين، تمام؟ في سنوي وفي 6 شهور وفي 3 شهور، براحتك انت بقى، دي ترجع لك انت، مفيش حاجة بتتعمل ببلاش لانك انت فاتح دكان في العالم كله والعالم كله بيدخله، دي كفاية. فهمت قصدي؟ فاتح محل في العالم كله. فركزوا شوية في الكلمتين دول. نيجي الموضوع بقى، انت عرضت عملتك خلاص، والشاري الوقت بيجي لك على الجيميل بتاعك يقول لك في عرض في العملة بتاعتك، انت عارضها مثلا ب50 جاي لك 40، موافق؟ اي موافق او مش موافق، سيبها مركونة عادي، ممكن تتباع في اي وقت، وممكن تحطها في المتجر ويجي ناس تاخدها وتاخد عملات معاها كتير، تمام؟ اذا وافقت بيقول لك اشحن عملتك على العنوان ده، هو بيرسل لك العنوان في الجيميل، بتاخد العنوان بتروح اي مكتب، هنشوف دلوقتي الشركات اللي هقول لك عليها والمكاتب والكلام ده بتاع الشحن، ولو مش عاجبك المكاتب ولا الكلام ده كله، في كام وسيلة ممكن تمشي مع الدولة رسمي وتجيب تصريح رسمي بالعملات بتاعتك وتشحنها عن طريق أي مكتب أو البريد أو أي شيء تمشي رسمي. هنشوف ده كله بعد الوقت أهو في الفيديو بتاعنا، تمام؟ وحاول تصور عملة كويس، حاول تعرضها كويس، هم بيحبوا كده، تعلق بالوصف كويس، ما تضحكش على حد، نفس العملة اللي أنت وصفها تروح كده يعني، على أساس تبقى أنت برضو إيه، أي غلطة عندك هيتحظر حسابك وهيقف على طول. فدايما تكون صادق في المواقع دي، لان المواقع دي هتكسبك فلوس كتير جدا، مش بس عملات يا جماعه، يعني معلش مش بس عملات. انا قلت قبل كده عايزين تعرض عملات، ممكن اعرض لك عمله واحده، اعرض لك ليه ده عمله واحده بس، برضه لانك ليك عدد محدود حوالي 10 في الشهر، او ما بتزيد شويه بتبقى تزيد، انما عملات مميزه، عملات بقى اخطاء كويسه، عملات نادره، كلام من ده، غير كده ما انا اسف جدا. فطبعا انت انهيت الخطوات دي كلها، هنشوف بقى مع بعض المواقع اللي احنا بنقول عليها هتعرض عليها ايه، اللي هي الشركات والمكاتب، ودي شركات عالمية ومكاتب عالمية اهي. بعد انهاء طبعا كل الخطوات دي، انت بتيجي بتروح تشحن اهو على شركة فيديكس او اكسبريس او اراماكس او سيدكس، ودي العنوان قدامك اهو، خدها وقف الفيديو وشوف، وعندك الهواتف بتاعتهم اهي، والخط الساخن والكلام ده، والعناوين بتاعتها جايبها لك كلها موثقة قدامك اهي، تمام؟ شركة يو بي اس هيت، و7 ورقم البريد المصري والارضي وكل شيء جايبه لك عن الشركات اهي، في ديكس للشحن الدولي، شركة وورلد شيب فلاي باي، تمام؟ وعادي خالص بتشحن على الكلام. مش عاجبك انت الشركات دي ولا المكاتب دي، في بديل لها كويس جدا، خدت بالك؟ هقول لك دلوقتي البديل بتاعها ايه، من هنا بقى، من داخل البلد، من داخل هنا مصر بقى. عايز تشحن من هنا، تجيب بقى تمشي ايه بطريقه رسمي وكلام من ده، وانت تجيب ايه الشاحن بتاعك ايه من الدوله نفسها، تديك ورقه تصريح، تروح على اي مكتب تشحن بيه عادي، هتشحن العمله بتاعتك، تمام؟ هنشوف دلوقتي مع بعض برضو تعمل ايه علشان تجيب التصريح ده، وده تصريح، وهجيب لك بالاثبات دلوقتي بتجيبه منين وموجود وكل حاجه، بس بعد الانترنت. مش عايز تشحن عملتك من على المواقع دي ولا شيء، ممكن تشحنها بقى بطريق رسمي خالص، وادي اليوم السابع اهوت كاتب كمان عشان تصدق، لهواة جمع العملات 7 معلومات عن مصلحة سك العملة. ممكن تمشي رسمي خالص، تجيب تصريح من دار اللي هو الخزانة العامة اللي هي مصلحة سك العملة اهو، يعد دور سك العملة لوزارة المالية هما اهوت والكلام ده، وتعمل مصلحة الخزانة العامة بالتعاون مع سك العملة وطرح العملات، ويبلغ عمل الفكة 30 مليون، واللي بتصدر العملات التذكارية والعملات دي، ويرصد اليوم السابع اهو في هذا القرار ابرز ادوار مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة، ودورها ايه؟ توفير العملات التذكارية والمعدنية لهواة جمع العملات. اولا اهو بحث طلبات شراء العملات المعدنية المطلوب تصديرها للخارج لهواة جمع العملات، ما قلناش حاجة من عندنا، هم اللي قالوا طرح العملات التذكارية للبيع بمعرفة المصلحة لهواة جمع العملة في الداخل والخارج. كمان هي لو انت في الخارج وعايز عملة، هي اللي بتجيبها لك، هتجيبها لك ازاي يعني؟ مش بتشحنها؟
استلام الوارد النقدي غير الصالح للتداول، مصادرة العملات المساعدة الزائفة التي تردد الخزانة العامة، سحب العملات الغير صالحة. يعني انت دلوقتي عايز تكتب طلب لهم، يبحثوا الطلب بتاعك على اساس انك تصدرها وبتاخد رسم خالص وبتشحنها في اي مكتب بريد في اي شركة من اللي احنا قلنا عليه. بلاش ديت ولا ديت، ممكن تروح، انا عملت على الموقع وادي العنوان بتاع الخزانة العامة اهو، شارع اسماعيل اباظة لاذغلي القاهرة، وادي ارقام التليفونات اهي قدامكم زي ما هي اهي. ماشي، اللي عايز يتصل بقى ويبحث او يبعت بالبريد الطلب بتاعه هم هيبحثوه ويبعتوا لك الموافقة، او تروح هناك مش مشكلة، ادي العنوان اهو، وعنوان مصلحة الصك اهو قدامك اهو، شارع صك العملة العباسية الشرقية القاهرة، تليفونات اهي كلها موجودة اهي، والفاكس لرئيس المصلحة والفاكس المقايسات وفاكس الشؤون التجارية وكل شيء اهوت قدامك، كل حاجة معمولة اهي قدامك. تمام، دي العناوين بالنسبة للخزانة العامة اهي، وادي الارقام التليفونات، وادي مصلحة الصك قدامك. تمام كده، العناوين قدامك واضحة، والمواقع اللي انا جبتها قبل كده واضحة قدامك. عايز تبعت على اللي تبعت عليه انت حر بقى، لو عايز تمشي رسمي يبقى روح هات ايه تصريح منهم وانشي رسم وخلاص وتمام. بعت برضو الايباي، قلت لهم ان الوقت مشكلة عندي في الشحن وبتاع، والناس متخوف في شحنة عندي في مصر، قال لك اه وموجود كل حاجة، وبعت لي بالظبط ورد عليا في الجيميل رسالة، كل حاجة تجيلك لك على الجيميل، حتى بيعت البتاع يجيب لك العملات وكل شيء وكل منتجات، مش شرط عملات يا جماعة، قال لي هو نشكرك وبتاع والكلام ده كله زي ما انتم شايفين. وصلت لهم قلت لهم انا عايز الوقت مشكلة في الشحن عندي، ما فيش شحن وكلام من ده، قال لك ايه ايباي اللي ردت عليا اهي، ايباي هي اللي ردت على في الايميل بتاعي في البريد اهو، قال لك اهو اتفهم انك قلق بشان شحن منتجك من مصر محمد، نظرا لوجودك في مصر لديك خيارات متنوعه من الشحن، اقرا الكلام ده كويس اهو، مثل خدمه الشحن في ديكس، وخدمه اللي انا قلت عليها، وخدمه الشحن دي اتش ال، وخدمه الشحن يو بي اس، وخدمه البريد المصري، ويمكنك العثور على المزيد من خدمات الشحن. ادي ايباي اللي قالت لك كمان اهي، في كتير جدا تشحن من عليه، انتوا قلقانين ليه؟ بعد الشحن ده كله لازم طبعا ايه شحنت عملتك، عملتك وصلت هناك خلاص استلمها، فلوسك بتوصل في نفس اللحظه للبنك اللي انت ربطه مع بايونير، كل ده لازم يتربط مع بعضه يا جماعه علشان فلوسكوا تيجي مع بعضها. تمام، اتمنى ان تكون وصلت المعلومه، وكمل الفيديو للنهايه علشان تفهم كويس، وده في كل كلمه علشان تبقى عارف انت بتعمل ايه بالظبط. تمام كده، يبقى عرفنا بالظبط سجلنا ازاي، ربطنا ببايونير ازاي، الحاجات دي لازم ترجع للفيديوهات زي ما كنت شفتها عشان تتأكد ان انت عامل كل حاجة صح، وعملتك عرضتها ازاي شوفني، وبتتفاوض مع التاجر او من اللي هيشتري، وبتعمل متجر وبتعمل الكلام ده عشان تحط حاجاتك فيه، مش شرط عملات يا جماعة، العملات ما بتكسبش كتير زي المنتجات التانية صدقني، اي في منتجات كتير جدا على الموقع، انت لو خشيت ودورت في الحاجات بتاعته كلها اللي بتتباع هتلاقي حاجات لها العجب والله، وبتبيع اي شيء. تمام، فاضل ايه لسه، تدخل مزادات، مزادات سهله برضو تعرف تخشها انت بقى بطريقتك ولا كده، انت لو دخلت في الموقع وغصت فيه هتعرف كل شيء، وتعرف بالتدريج وتقرا قوانينه وتقرا بالظبط اللي عايز ايه، واللي تخش مزادات ازاي، وانت من نفسك بالتدريج هتعرف تعرض ازاي وتعمل ازاي، هتبقى يعني محترف، انما عشان تبقى انت يعني تكسل وتقعد وعايز حد يعمل لك حاجه، مش ممكن حد يعمل لحد حاجه يا جماعه، ده اللي انا بقول عليه. دايما انت اعمل لنفسك كل شيء، وخلي عندك طموح واصرار وعزيمه، وانت تعمل كل حاجه، ده يا جماعه محل في العالم فاتحه للعالم كله، بيخش مليارات في المحل، محل فاتحه الناس بتخش فيه، عايز ايه اكتر من كده يعني، بالمعنى البلدي يعني، فاتح محل دكان في العالم للعالم، بس دي كفايه، تبقى مسوق الكتروني، تبقى مش عارف تاجر ايه، جمله تاجر اي، بص تاجر اي حاجه عليه وهتكسب، هتكسب، وفي ناس كتير جربت وعملت صدقني، ده كنز كنز كنز. اتمنى ان اكون وصلت لكم معلومه، ولو بعض الشيء، اتمنى من الكل يسجل، محدش يكسل، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.